الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، نتولى اليوم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، وهي لحظة قوية نعتبرها انطلاقة لورش هيكلي كبير نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق. ومن هذا المنظور فإن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة. لذا قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته، وقد ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن أسند رئاستها للأستاذ عمر الزمان، لما عهدناه فيه من كفاءة وحنكة وتجرد والتزام بروح المسؤولية العالية. واعتبارا للأبعاد المتعددة للجهوية، فقد رأينا في أعضاء هذه اللجنة غيرتهم الوطنية على المصلحة العامة وتنوع مشاربهم وتكامل اختصاصاتهم وخبرتهم الواسعة بالشأن العام وبالخصوصيات المحلية لبلدهم. وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة. وإننا ننتظر من هذه اللجنة إعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة، على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم.